طرقات رئيسية تعبرها آلاف السيارات يومياً، وليست طرقات زراعية كما يخيل لمن اكتوى بنار السير بين حفرها وأوديتها. إنها شبكة الطرق في مدينة عفرين، الأسوأ بين شبكات الطرق في الشمال السوري. خمس سنوات على تحرير المدينة بالكاد أجريت بعض عمليات الترقيع لطرقاتها، رغم موقع المدينة الهام كعقدة مواصلات بين إدلب وحلب الشمالي. صاحبين السيارات عم نعاني من الطرقات، هي الطرقات كلها محفرة بحفرين كله، ما في عندها غير طريق جنديرس هذا المبلط وشارع الفيلات، وباقي ما تبقى كله مكسر، وعم اللي عم نسحبه ما عم كفينا والله، اقسم بالله عم نحط من جيبنا نحن على السيارات. كل جمعه من زمان ما نروح نحط لنا 1500 راعي الدوزان، وهالطرقات طاول تعبانه يعني. من ناشد هالمجلس المحلي اللي عم ياخذ ضريبه السيارات هذا، طيب وين عم بروح فيها؟ استنزاف للوقت ووجع للراس والظهر وهدر للمال وتعطيل للسيارات، هكذا يصف سائقو السيارات في عفرين حال طرقات المدينه، وخاصه طريق عفرين عزاز، فالجور التي تأبى أن تفارق السيارات على طول الطريق وتتحول مع الشتاء إلى مستنقعات، ربما باتت جزءا من فلكلور المدينة وتراثها، يتجنب المعنيون في إدارتها من تشويهه. من أول ما ندخل من عفرين من طرف ترندة ونحن رايحين باتجاه عزاز، هذا الطريق فعلا يعني ورسومه شفت عينك، هي بالنسبة للرسوم عم نتساهل يعني عم نتعاون مع الكراجات بشكل كامل، يعني الرسوم المطلوبة مننا عم ندفعها، يعني أقسم بالله العظيم إذا بدي أقول لك ما عم نلحق تصليح بجوز تكون عم ببالغ يعني. الكراج الموحد في المدينة والذي تنطلق منه يوميا عشرات الحافلات لمختلف مناطق الشمال السوري، يعاني بدوره ما تعانيه طرقات المدينة من إهمال وغياب للتنظيم، فلا مقاعد انتظار للمسافرين وغياب لخدمات النظافة عن ساحة الكراج. للوقوف على أسباب الإهمال لطرقات المدينة وكراجها وما يخلفه من أضرار على آلاف المدنيين وخاصة المسافرين، تواصلنا مع المجلس المحلي في المدينة ولكن لا ردود لديهم عن سبب تجاهل تأهيل طرقات المدينة منذ خمس سنوات. مجد العمر، حلب اليوم، عفرين.